الفرائض وتسمى ماذا؟ المواريث. الفرائض وتسمى المواريث. طبعا لماذا سميت فرائض أصلا؟ لأن الله جل وعلا فرضها أي أوجبها، أوجبها. وتنقسم لقسمين، إما بمقادير حددها الشرع، وإما بالباقي يسمى إيش؟ الباقي، أخذ العصبة. فاللي حدد الشرع النصف والربع والثلث والثلثان والسدس والثمن، ما في غير هذا في الشرع. يعني ما في ماذا؟ ما في عشر، ما في تسع، ما في سبع، ها؟ لا، في ماذا؟ نصف، ربع، ثلث، ثلثان، ثمن، سدس. إذا حدد الشرع فلان يأخذ كذا، فلان مثلا الزوج يأخذ نصف إذا هلكت زوجته ولم يكن لها ولد، الباقي مثلا للعم الشقيق، هذا اسمه ميراث بالتعصيب، يعني هو الذي يأخذ الباقي. فإما يأخذ بمقدار معين، نصف، ربع، أو ربع، أو ثلث، أو ثلث، أو يأخذ ثلثين، أو يأخذ ثمن، أو يأخذ إيش؟ سدس، والباقي بالتعصيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. ما مع الفرائض؟ يعني المقادير المقدرة، نصف، ربع، ثلث، ثلثان، ثمن، سدس، أعطوا أصحاب الفرائض. فما بقي فلأولى رجل ذكر، الباقي يأخذ واحد من العصبة أو أكثر، أو لا، الأقرب للميت. نعم.